صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 21 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي. وجاء فيه المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، وذلك على النحو الآتي: السيد حسن خليفة الجلاهمة رئيسا، السيد رشيد محمد المعراج عضوا، السيد يوسف عبد الله حمود ممثلا عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا، السيد خالد إبراهيم حميدان عضوا، السيد يوسف عبد الحسين خلف عضوا، الشيخ مي بنت محمد آل خليفة عضوا، السيد أحمد محمد بوحجي عضوا. وتكون مدة عضوية أعضاء المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. المادة الثانية يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.